السلام عليكم اخواني واخواتي الاعزاء، رجعنا لكم اليوم بوصفه جديده وطيبه وسهله، فابقوا وياي. راح اشوفكم طريقه التحضير. اليوم راح نعمل كفته باللحمه المفرومه والدجاج، ابقوا وياي اخوان. على مود نختصر الوقت اليوم، شوفوا هذا اللحم مفروم، لحم بقر، وطبعا بصلايه تنفرم معاها مع المعدنوس، والخلطه وياها تكون ملعقتين ملح، 7 بهارات ملعقه، قرفه، فلفل اسود، اللي يحب الحار ملعقه صغيره شطه حاره، بابريكا شويه، وهاي تقريبا ملعقتين ملح اهم شيء، وهاي البهارات. ونفس الشيء ناخذ صدورة الدجاج ونفرمها، ونخلي نفس الشيء البصل والملح ونفس الخلطة. وهسه خلوني اشوفكم طريقة تشيش اللي شفتها اني. ناخذ قنينة صودا نقسمها بالنص، وبعدين نجيب اي علبة بيبسي او قدح، المهم يصير يعني يتلائم ويا حجم قنينة هاي الصودا. وبعدين نستخدم هاي السياخ الخشب. راح نجي هسه نشوف شلون راح نعمل هاي الشغلة. اول شيء نعبي القنينة، هاي عبيناها بهاي الصورة، وراح اجيب اقعدها هيجي وافتح هذا الغطاء، ونبدي ندخل السيخ، وبعدين نكبس على القنينة للأسفل، شوف اخوان، يا الله، هذا اول سيخ. ونستمر بالعملية الى ان نكمل كل يعني اللحم المتوفر. نخلي السيخ الخشب، وبعدين نضغط وتشوف شلون يطلع. وطبعا الواحد يقدر يتحكم بالطول. ها يابا هذا واحد لاخ. خليني اكمل كل السياخ ونرجع لكم إن شاء الله.